أهلا بكم، أخبار المال والأعمال عقب الفاصل. قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن موازنة الدولة للعام 2020 سيتم فيها تخصيص ميزانيات مقدرة لقطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية والإنتاج باعتبارها من القطاعات التي ستدفع بالبلاد إلى الأمام. وترأس حمدوك اجتماع حكومة ولاية البحر الأحمر، وقال إن الحكومة الاتحادية تولي قضايا الشرق اهتماما كبيرا باعتباره بوابة السودان الاستراتيجية. وأشاد رئيس الوزراء بالعمل الكبير الذي قامت به حكومة الولاية خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات بالرغم من شح الإمكانيات. واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى تنوير من عدد من وزراء حكومة الولاية حول خطط وبرامج الحكومة خلال الفترة الانتقالية. يشكو مواطنو ولاية كسلة من الارتفاع اليومي والمتصاعد للسلع الاستهلاكية والأدوية، ووصفوا الارتفاع المستمر بغير المبرر، وطالب بعضهم الحكومة الانتقالية بإيجاد تفسير للوضع الحالي الذي بات فيه السوق دون حسيب ولا رقيب، متهمين الجهات بالوقوف وراء غلاء السوق. يبدو أن السوق قد ابتلع ثورة الشباب التي حلموا بها، ويبدو أن الثورة التي وضع فيها الثوار آمالهم العراض بتحقيق مطالبهم قد صدى بريقها بنار الأزعار التي جعلتهم لا يفرقون بين الماضي والحاضر. السلع الاستغلال الإنسان يوميا، وهي كل يوم ماشي في زيادة، فما عارفين الحل شنو الامتين. إذا دخلت السوق واشتريت سلعة بكرة تجدها متضاعفة مما كانت عليه اليوم، فأي ميزانية الإنسان يحددها لمعيشة الشهر أو معيشة الأسبوع يجد أن المقرر الذي قرره قد فاتته بكثير، وهذا شيء غريب جدا، شيء غريب في السودان. وكسل التي أصابها المرض وضربتها الحميات دون غيرها قد يفوق حالها الولايات الأخرى، خاصة إذا تعلق الأمر بالأزعار غير المعقولة والمبررة للأدوية. كانت في غلا مبالغ فيه، يعني غلا فاية الحد، وضمن يمكن الحكومة الجديدة دي أزعار يهتم أقل حاجة بغلاء بمعاش الناس، فالغلاء زاد أربع أضعاف، وكل يوم الأدوية دي مشت نار، المريض ما قادر يشتري الدواء، أي واحد يخش الصيدلية يزعل من الدواء يلقى غالي ويرجع يخلي. نتكلم في الأسعار اليوم قاعد تمشي في زيادة، حسب مثلا واحد بتاع دكتور بتاع صيدلية لو جيت الليلة بسعر يقول لك يا أخي الدواء ده مثلا 250، المغرب لما تجي يستنى في سجلة ثانية نفس الدواء ويستنى ب 300,000، يمكن يقول لك 400,000. أزمة الوقود لا زالت تبارح مكانها، وإن تغير واقع الحال بشيء من الانفراج بالنسبة للخبز، فالشكاوي تظل متكررة عن متى يأتي الفرج لتختفي صفوف الوقود. مشكلتنا في كسلة دي أول ما عندنا جاز، ما عندنا بنزين، جاز بالصف، بنزين بالصف، وما عندنا مواصلات، وما عندنا غاز، وإيش بالصف؟ أي حاجة بالصف، حتى الجزء ده نشتري سوق الأسود نمشي بالذات اللواردين، شفت اللواردين أصله ما عندهم جزء، اللي يوم يدون جزء لما يبدو جزء بتاع اللوارد كمان بتاع قلب يجي يخش في الصف معانا، بتاع جنب يجي يخش في الصف معانا، بتاع عربية صغيرة يجي يخش في الصف معانا، مش واحدة ولا اثنين، كل الأسعار كل السوق مولع. نحن كنا منتظرين بفارغ الصبر مسألة الثورة، وكنا نتوقع ونتمنى بتغيير الحكومة تتغير كل شيء والأمور كلها سهلة، لكن الأمور زادت سوءا وصفوف مستمرة حتى اللحظة. ليس في الأمر من عجب، فكل يوم يجأر المواطن بشكواه من فوضى السوق وناره التي احترق بها الجميع، والحل عند من سؤال يبحث المواطن الكسلاوي عن الإجابة عليه. خالد بشير الشروق، ولاية كسلا.